كمان على شاشة NBC دراما وعلى شاهد. اتبعوا ابتداء من بكرة مسلسل حياتي المثالية، واللي سبق وحكينا لكم أكتر عن قصته واللي بتدور في إطار درامي حول منيرة المحامية الأكثر شهرة في قضايا الأحوال الشخصية، واللي بثت بطليقها المحامي فواز من خلال قضية طلاق مسعود ورزان، وهم زوجين شابين بيتطلقوا. ومن هنا بتنطلق الأحداث مع انطلاق المرافعات القضائية في قضية طلاق الزوجين الشابين، واللي بتحمل طبعا في ملفاتها مشاعر مختلطة بين الحب الكره والانتقام بين المحامين نفسهم. المسلسل من بطولة فوز الشطي، خالد أمين، أحمد إيراج، فهد باسم ومريم الغامدي، اللي عم بتجسد بالمسلسل دور والدة منيرة. هيك رحبت فينا لما قابلناها بالكواليس لنحكي معها عن تفاصيل الدور. أولا أقول حياكم الله في بيت أم منيرة، حيث نصور الآن بيت منيرة. هيك رحبت فينا مريم الغامدي لما زرناها بلوكيشن تصوير مسلسل حياتي المثالية، وخبرتنا عن شخصية أم منيرة اللي راح تطل فيها. يا أختي هذا الولد أنا ما ارتحت له من يوم شفته. هي سيدة سعودية من أهل جدة، تزوجت مواطن كويتي وأنجبت منه منيرة وهيا، وتوفهوا. احتضنت بناتها وعلمتهم وكانت يعني كثير تتابعهم وتهتم وتبيع بنات هذول يصيرون يعني مواطنات يعني نافعات لوطنهم ولنفسهم، تتدخل في حياتهم كثير بس بشكل حبي. وبتعتبر مريم انه دورها كأم بهالعمل له طراز خاص. ام حبوبه تحب بناتها، حتى تحب بنت صاحبتها وتحس انها امها مو بس بناتها. في نفس الوقت هي تروح لهم لمكاتبهم، تروح لهم الى الاماكن اللي يكونون فيها، تحمل همهم بشكل غير عادي. وخبرتها عن أكثر ما فرحها بمشاركتها بهالعمل. يعني التقيت بنجوم كبار ونجوم شباب أحبهم، أستاذ محمد العجمي، أستاذ أحمد إيراج، حبيبتي بنتي الكبيرة اللي هي المحامية فوز الشطي، وطبعا الفنانة الجميلة مرام بلوشي. وفخورة أنه في يعني معانا ممثلة شابة سعودية أيضا أخذت دور فوز العبدالله. واخدين الحياة كلها جد في جد. وقبل ما نتركها تكمل تصوير مشاهدها كشفت لنا عن عمل آخر عم بتحضر له. إن شاء الله سأشارك في عمل بدوي قديم، وإن شاء الله بس أخلص من هالمسلسل وبروح بإذن الله.